في انجلترا دائما وصحيفة ذا سان التي وقفت عند انجح الحراس في البريمير ليج من خلال تصدياتهم الحاسمة هذا الموسم مع انديتهم. ذا سان تخبرنا ان حارس مرمى ستوك سيتي جاك باتلوند ياتي في المركز الاول ب 100 تصدي ناجح مع فريقه متقدما على البرازيلي هوريليو غوميز حارس مرمى واتفورد ب 93 تصديا، فيما جاء حارس مرمى ارسنال بيتر تشيك ثالثا ب 90 تصديا ناجحا، واكتفى حارس مرمى ليستر سيتي كاسبر مايكل بالمركز الرابع ب 77 تصديا، وخامس او في جاء في المركز الخامس حامي عرين توتنهام ايجو لوريس ب 70 تصديا.